المقدسة التي أعطيت للدين طبيعتنا الفقيرة برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد. يا من يقيم في خيمتك من يسكن في جبل قدسك اللهم أعطني بنقاء القلب أمامك. يا من يقيم في خيمتك من يسكن في جبل قدسك السالك طريق الكمال وفاعل البر المتكلم من قلبه بالحق. من بلسانه لا يرتاب بصاحبه لا يسمع شرا بقريبه لا ينزل عارا. الرذيل حقير في نظره ومن يتقون الرب يكرمه. إن أقسم مضيرا بنفسه لم يخلف. لا يقرض بالربا فضلته ولا يقبل على البريء الرشوة. فمن عمل بذلك لا يتزعزع. اللهم أقمني بنقاء القلب أمامك. نصلي يا سلام. لمن الفائع فاو النار والنار يلبسي مود الحب ولكن هذا من الحق ذو مستاد قبل غذاء جبر ونبيه من إشميا كان شكر شبر للطالب يتمم كل التبليل والوقوة أيدي واتمار ورؤية كل العالمين. Amen.
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول: يا إخوة بارك الله فيك المسيح بتعاليمه المقدسة، فانظروا إذن كيف تسلكون بطهارة لا كالجهلاء بل كالحكماء الذين يشترون جهادهم، لأن الأيام سيئة، فلذلك لا تكونوا ناقصي الرأي بل افهموا ما هي إرادة الله، ولا تسكروا من الخمر التي فيها الدعارة بل امتلئوا من الروح، وكلموا أنفسكم بمزامير وتسابيح وتهاليل روحية مرتلين في قلوبكم للرب، وشاكرين في كل حين عن كل أحد باسم ربنا يسوع المسيح اللهنا، وليخضع بعضكم لبعض بحب المسيح. أيتها النساء ارضعن لأزواجكن كما لربنا، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، فكما أن الكنيسة ترضع للمسيح فكذلك لترضع النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح كنيسته وبذل نفسه لأجلها ليقدسها ويطهرها بغسل الماء وبالكلمة، ويقيمها لنفسه كنيسة ممجدة لا ننسى فيها ولا غضب ولا شيء يشبه ذلك، بل تكون مقدسة بلا عيب. فكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كحبهم أجسادهم، فإن من يحب امرأته يحب نفسه، إذ ليس أحد يبغض جسده قط، بل يقيته ويعتني به كما يعتني المسيح بالكنيسة. والنعمة والسلام على جميعكم يا أخوتي، آمين. لنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. وظهر لزكريا ملاك الرب قائما
عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب، غشيه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، فإن صلاتك قد سمعت، امرأتك الإشباع تلد لك ابنا تدعو اسمه يوحنا. يكون لك فرح وسرور كثيرون يفرحون بمولده، لأنه يكون عظيما قدام الرب، لا يشرب خمرا ولا مسكرا، يمتلئ من روح القدس وهو في بطن أمه، يعيد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويمضي أمامه بروح إيليا النبي وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والذين لا يطيعون إلى عمي الأبرار، ويعد للرب شعبا كاملا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ فإني أنا شيخ، امرأتي قد طعنت في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا هو جبرائيل الواقف قدام الله، أرسلت لأكلمك أبشرك بهذا. من الآن تكون صامتا، لا تستطيع أن تتكلم إلى اليوم الذي فيه يكون هذا، لأنك لم تؤمن بكلام هذا الذي يتم في أوانه. أما الشعب فكانوا واقفين منتظرين زكريا، متعجبين من إلقائه في الهيكل. ولما خرج لم يقدر أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل وكان يشير إليهم. أقام صامتا، ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. كان من بعد تلك الأيام أنها حبلت الإشباع امرأته، كتمت أمرها 5 أشهر قائلة: هذا ما صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي فيها ليصرف عني العار بين الناس. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinance of the Lord blameless. But they had no child because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Now, while he was serving as a priest before God, when his division was on a duty, according to the custom of the priesthood, it fell to him by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayers is heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great before the Lord, and he shall drink no wine, no strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will turn many of the sons of Israel to the Lord their God." Shuha. إذن اليوم بدنا نبدي
سنة فارسية جديدة، مسيرة جديدة مع الرب. نصلي أن تكون هالمسيرة مثل ما الرب يريدها أن تكون. عادة في هذا الإنجيل أكو هالفكرة الموجودة نوعا ما في الكتاب المقدس بشكل عام، أنه لما الإنسان يقول هذا الأمر ما يصير صعب، الله تعالى يقول له هذا الأمر ممكن أن يصير. إذن أكو هالفكرة، وأكثر من مكان إذا في حالة موسى النبي خلته أمه بالنهر، وبعدين أخته والأميرة أميرة فرعون بنت فرعون شافته وحبته عندها بالبيت. عندنا صموئيل النبي أيضا أمه ما كانت تجيب أولاد وجابته. عندنا كثير أشياء هون بالعهد الجديد، يوحنا يسوع نفسه بدون رجل. أكو هالفكرة موجودة بالكتاب المقدس. اليوم أريد أن نفكر بهذا الشيء، وهو أنه الله تعالى هو بداخلنا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته على مثاله. لأنه هو بداخلنا أكو كثير مرات نوصل أو نكون في وضع نقول لنفسنا هالوضع هو جدا قاسي، هالوضع هو جدا صعب، أنا ما أقدر أطلع من هالمشكلة اللي أنا بيها. إحنا مدعوين اليوم أن نشوف هالطاقات اللي الله كان خلاها بينا، ما هي طاقات بشرية ولكن هي طاقات مال الله تعمل من خلال بشريتنا. وما أريد أن نوصل إلى تفكير أنه أنا ما أعمل ولا شيء، راح أخلي الله يعمل من خلالي أنا ما علي. هذا الموقف هالتفكير هو خاطئ، لأنه يخلينا أن نكون اتكاليين بشكل مطلق، وهذا الله تعالى ما يريده من عندنا. يريدنا أن نكتشف فينا هالطاقات هالإمكانيات اللي الله كان خلاها بينا، وأن نعمل من خلال هالإمكانية حتى لما بشريتنا تقول أنه هذا الشيء هو جدا صعب، وأحيانا نقول هذا الشيء ما ممكن، مثل ما قال زكريا هذا الشيء شلون راح يصير ما ممكن، مرتي عاقة احنا اثنين كبار بالعمر شلون هذا الولد راح يجي. فإذا نوصل الى حاله نكون بهذا الوضع، ما بالضروره يكون يجينا ولد او ما يجينا ولد، ولكن ممكن ان تكون شلون نطلع من هالازمه من هالضائقه من هالصعوبه اللي احنا فيها. اذا قدرنا ان تماما نعتمد على هالطاقه الالهيه اللي هي موجوده فينا اللي تتجاوز الامكانيات البشريه، ولكن احنا هذا الشيء هو جدا مهم، احنا لازم نعمل. فنفس الوقت يعني هي شوي كلش حساسه، شلون ما نكون متكبرين نعتمد على نفسنا فقط، وشلون ما كل الأشياء نخليها على الله وإحنا نفعل. هالموازنة بين هالشيئين هي جدا مهمة بالحياة. يعني أنا اللي أعمل، ولكن أعرف أنه أكو طاقة فيها أكو إمكانيات فيها هي أبعد من الطاقة البشرية الاعتيادية. للمؤمن هذا الشيء هو مهم، وهذا هو الفرق ما بين الإنسان الصالح الجيد الاعتيادي غير المؤمن اللي يعمل الخير فقط بإمكانياته البشرية، والإنسان المؤمن اللي يعمل الخير بإمكانياته البشرية ولكن يعرف أنه يقدر يروح خطوة أبعد أكثر من الإنسان الغير المؤمن، لأنه يعرف أنه بينه طاقات ما هي طاقات بشرية فقط ولكن هي طاقات إلهية.
إذا لما الله يتدخل في تاريخ البشرية مثل ما قلت في الكتاب المقدس، هذا الشيء موجود بأكثر من مكان، ما كان حتى يقول للإنسان سواء بالعهد القديم عهد الجديد لنا، ما هي أن يقول أنت مقعدهم ما عليكم أنا راح أسوي كل شيء، لا، ولكن هي أن يقول لا تخافوا لا تترددوا أمام أي صعوبة تجيكم بالحياة، تقدرون أن تتغلبون عليها. إذا نحاول أن هالمسيرة أو هذا الفكر، هذا الاعتماد، هذا الإيمان يكون دائما دليلنا قوتنا بحياتنا بهالمسيرة، وإحنا نستعد أن يسوع يجي يولد بحياتنا الشخصية. لنلهف حسنا بخشوع واجتهاد ونطلب قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، يا أبا المراحم وإلى كل تعزية نطلب منك ارحمنا يا رب، يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكون نطلب منك ارحمنا يا رب، لأجل أمني واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك ارحمنا يا رب، من أجل بلدنا وكل البلدان ولأجل إصلاح كل العالم نطلب منك ارحمنا يا رب، لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وغلات الأثمار نطلب منك ارحمنا يا رب، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما مار لويس الباتريرك الجاثاليق مار فرانسيس أسقف أبرشيتنا وأبينا مار إبراهيم، ولأجل الجماعة التي يخدمونها نطلب منك ارحمنا، من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك ارحمنا، من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك ارحمنا، خلصنا أيها الرب المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا ارحمنا. Yeah, yeah, yeah.
نفق من الآب والابن ومحاها والابن يسجد له ويمجد النار والأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة للعالم الحديث آمين. لنصلي السلام معنا. صلوا تذكار جميع أبناء الفطاركة والأسافكة والكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وسائر الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع أبائنا وأخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الحكام المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين عامنا وفي كل مكان لكي يمنحنا الله الذي نصرهم في القيام من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء بارك رب بمحبة كاملة وإيمان حقيقي لعظم هذه الأسرار فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى Thank you.
الأبوات السماوية نحمدك نبارك كلمتك المتجسد الذي وجهك ضياؤك صورة جوارك الذي لم يعتد مساواته لك اختلاسا بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لأجل خلاصنا ترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك في تلك الليلة التي أسلم فيها فذا قبسا بيديه مقدسة رفع عينيه إليك أنت الله ضابط الكل شكر بارك كسره وتلاميذه وقائلا خذوا كل منه كلكم هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا الداعية إلى العلم لنعيش حياة هادئة واهدئة من أقارب الله
السلام
قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بيدك الكريم، وطهر أفكارنا بجوف حنانك أيها المسيح رجاءنا. Thank you.
قام حنينه تفتح سائلنا مع الكل باب قبرنا روح القدس تكونون مقدومين محفوظين من كل هذه خفية وظاهرة